وهي مشكلة هذه والله جات مشكلة الرب الدوم ما لقيتش باش تشري وصح سود اللي طحنا في ديال امك دايره والله مشكل لما غنعيط لما نعيط لموران واخويا مورا وكيدير بخير عرفتيني بعداك ايا نيني وفين شاد اخويا وبغيتك اخويا غدير معايا المزيان اخويا جي عندي اخويا نتسناك حدا الفيلا ديالك بالرجوله اخويا الله يكبر بك وسمح لينا الله حفظك انا تلقاني واقف تما اخويا يا الله يخرج سربيسك على خير اخويا الله يحفظك هيا خمس سنين مشات جايه خمس سنين اخرى عاوتاني نفس الكمامه ترشح من اللي باع بقره كيفاش كتصورتي على واحد ما عرفش يقرا علاش كنقولوا هاد المدينه شبعوا فيها شفره عندهم مرباح لما صوتتيش لما تصوتتيش غير عجنوها بيناتهم وانت يا اللي ما بديتيش بسببهم باقي وسط الحفله ما تقعدتيش من دابا صاف ما تعودتني ما جيتش نقول لك البلاد وغيرها ونغني لك البيوضه راه كلنا فراو عارفينها كيفاش من خوضه واش درنا فيها شي مزه من غير الفوضى وغير الكريتيك الخاوي حيت في الناس كيبان لك موضه راه كنا كاعين راه كنا كاعين باغينا تبدل وباغين وباغينا نبقاو داحين باش يديروا واشنو باغين ويعاودوا يسرقونا باغين لما السلام عليكم كيدير اخو مورا بخير خو كيدير انت مزيان اللهم لك الحمد الدار كيبقى شي بخير وشويه اخويا اللهم لك الحمد ما عندنا ما ندير باش ندخلوا في الموضوع نيشان انت قلت لي بغيتي خاصك فلوس ياك خويا مراد رديت وجهي الله ورا خويا ولد انا خليني دابا خليني دابا انا غندوي انا اللي غندوي دابا كتعرف هاد البلاد هادي الا بغيتي فلوس حيت حنا راه ما جيناش ولا عندنا هادشي خدمنا عليها واش لقينا فيها حيت حنا ما كانش عندنا وما كناش كنقدو نديو يدينا لشي واحد دابا اللي غنوصيك عليه الا بغيتي الفلوس اخويا غتخدم معايا خويا مراد انا بغيتك تعاملني غير شويه ديال المعامله اللي كتخدم معايا انا بغيتك تخدم معايا وتولي حتى عندك طوموبيل وتولي عندك داكشي اللي عندي بغيت يولي عندك انا راه كل ناس انا حاب الدواء دابا انا صاحبي الدواء ما لاقيتش باش نشري صاحبي الدواء وهادشي كلشي ضربوا على حسابي انا غنشري كلشي اللي بغيتك هو تكون ثقه وتكون معايا معقول وكلشي سرنا يبقى بيناتنا مراد ما بغيتش تخدم في هادشي بغيت نبعد من الحرام اخويا بغيتك تعاملني باش ناخذ الدواء الدواء غنعطيك فلوسه راك الفلوس دابا عطاني فلوس اخويا مراد راه شي علاش عيطت لك اخويا نعطيك فلوس عارفك اخويا مراد ما غتردنيش راه اخويا مراد الله يحفظك ولكن الفلوس راه ما نعطاش من غير مقابل راك عارف شنو هاد المقابل اخويا مراد انت راك ديجا خدام معايا وعارفني فاش خدام انا اخويا مراد ما بقاش باغي الحرام اخويا صوفيني واخا 200 درهم اخويا شوف نعطيك 200 درهم ولكن انا هادشي شكون غيخدم معايا غتبيع وتشري معايا بغيت نبعد من هادشي مراد لا خدم معايا خويا وما يتخصك والو خدم معايا وما يتخصك والو هاك هادي ديباني بيها المهم هداكشي يبيعو ليا هادشي كامل غنبيعو انا بوحدي سير الله يسهل هاد البركة هادي نقدر نقول لك والو انا بغيتي تخدم معايا واخا وما بغيتيش تخدم معايا راك عارف نردو لك هو الحياة هي اللي ما عندنا ما نديرو صاحبي جبتي سير اخويا لالا يجيبها فيك اخويا شنو هي هادي لالا يجيبك صحيحة لالا يجيبها في الصحيحة حل لي الباب حل ان شاء الله الله يسهل امين يا ربي امين هيا خمس سنين مشات جاية خمس سنين اخرى عاوتاني نفس الكمامة ترشح من اللي باع بقرة كيفاش كتصورتي على واحد ما عرفتش يقرا علاش كنقولوا هادي خرج باش نعطيك السلعه خرج لا مزيان ما جيتش نقول لك البلاد وغيرها ونغني لك البيوضه راه كلنا فراو وعارفينها كيفاش من خوضه واش درنا فيها شي مزه من غير الفوضى وغير الكريتيك بقى كاع ما جات اخوتي كنت حكا تخلي علي هاد الدريه انا عطيش حكا نبقى مشطونه على هاد الدريه وليد كنت تمنيت فكرت وليد واحد البلاصه ولا بدا كتشطنيني عليك بعدا انا كنبقى نشطونه عفوا الوالده من واحد البلان اه عرفتي داك راجل فدوى مالو
دابا هو دار شي كسيده مسكين وغاش خرج لي شي فلوس. اها انا خاصني نلقاهم في دول باش انا ناخذ ديك الفلوس. وما كيبغيش يدير واش عجبك العيشه؟ واخا بنيتي الله يجعل البركه نعشوا على قد الحال ديالنا. الوالد صحابه شتي نبغي نجيبهم شي يضحكوا عليه. واش ميتي تمشي تطلقي راجل على مرته وتاخديتي؟ ولكن انا نشوف المستقبل ديالي. ايوا هو ما يلاه مشوش بها. ما تستاهلوش اصلا. واش لو غتستاهلي نتيا؟ انا باغا الفلوس انا مش يهمنيش واش غندير بها. الحشومه بنتي هادشي اللي كديري فيه. وليد الفقر انا ما نقدرش نعيش فيه بحال هكا. لا حنا خصنا نعيشوا باللي قسم من الله. لا الواليد هاد البلان انا فكرت فيه واش غندير. هو بنتي انا ديري داكشي انا راه ما داخل. وليد انا مش يهمنيش واش يهمني الفلوس الواليد انا باغا العاق. وبنيتي داكشي ذنوبك بينك وبينه وانا ما ندخلش في هادشي. انا مش يهمنيش يطلق بها ولا ما يطلقش انا باغا الفلوس تاع الواليده ما عجبنيش هاد العيش. انايا كنعيش غير بخبيز وكويس وبركه. شي الواليده ماشي انا باغي الحال. دبر راسك بنتي عم بحرك. انا ما كيهمنيش داكشي ما كيهمنيش. بقيتي تفكري بحال هكا بقيتي كامله في هاد العيش. بارك عليا قالت مع الجيران. بارك عليا اللهم بغيت مع الجيران وبنادم حلال عليا. بعدا الواليده شي اللي تقول لها شحال غياخذ ديال الفلوس ولا لا؟ شحال غياخذ؟ راه 100 مليون. هو بنتي الحلال هو اللي زين. الوالدة مي دليل انا باغا انا باغا العاقه باش مش انا باغا الفلوس. واخا يعطيك المناير ديالو هوايا راه غادي ايتم كبير راه تفرقي على مرتو. حرام عليك حرام عليك. انا باغا الفلوس ما تهمونيش. انا ما مرافضش معاك في هاد الجريمه اللي غدير. صافي بنتي عيشي بحرك انا ما استوقيش في هادشي. واخا تقيل الوالدة حياتك كامله وانت خدامه ما غاديش معيش هاد الفلوس. هادي هي الوالدة انا شي بان لي غندير داكشي اللي تيقول لي راسي وانا مقاوده عليا. عيشة كديرة الوالدة مريضة خاصة الدواء بزاف عليا هادشي. غنمشي نكمل هداك البلان تفارقو. المهم بلادي بحال الغابة الحشيش يشرب وطابة الكيف والسيليسيون لقتي للضرب والجرح لتساوي غير النصابة البوليس الحقار الجدر من الغدار بغيت نقولكم فاك يوم اللعنة من هاد السود. شوفينا محمد فين محمد هاني تما كراد حس لي ديا حس راه تعرف كلشي صافي حنا ما خطاش ليك شي حاجه قوي بين راسك تبغي شي عيب واخا شي واحد تعرف لي عيط لي ليه باش نمشي. وكاين واحد الدري شحال خاص وانا شي وريح حتى بعد تمشي انا عارف لا فيرك بعد تبو محمد بغينا دابا تاع عرف الدراري السريع بس ولا تخدم لنا الالم شحال خاصك دابا انت ولا شي 100 درهم 100 درهم اجمينا بعد ولا تعيط لي كيفاش كتسول انت دابا ياك باغي 100 درهم جي قاصد الدين المقصود هو غتاخذ 100 درهم ديالي. هو هذا الشيء مزيان صح ديما ولا انت علاش كتسول لي ديما بغيتي شي حاجه جي عندي شد دوكا شما مزيان دور براكي براكي مشيني مشيت دور عيره شراب اندار الحمد بي علامة ديالك جام حياته كلها اجرام الاكشن الافلام اندار الحمد سي كتكت مكبري في الراس الكتمة للأدي داس التيتانيك ولا الارماكس اس هاش ولا تيماكس كاي ضرب وكاي يغضر بلا ما غنزيد نهضر المخزن دابا غيحضر بين دروب الحسابات مشاكل عصابات الحسابات على والو بنادم خوه مشالو بلاد ديال الحبس البلاد ديال السينون البلاد ديال الحشيش والشراب والسيليسيون البلاد ديال الدراري كضيع كل نهار البلاد هي هاد اللي ما فيها ما يدار بين الدروب غير الشواقر. السلام فين اخوني؟ مزيان هاني كيبقى شويه شويه الله يحفظك ماشي رايح ديال المشين 20 درهم هامية هامية جين صدق هذا جواه من عندي هذا هو الغيارة فوق الفور اللي شلفوا من احنا راكم تكيفوا هذا اللي يجيبه فوق بعد انا صحيحتنا في الدورة القري صورة واحد بارا مجوان وفيه كي يتأمل كون القاع اما عمرو اخيخ مال الوقت شراب كيت تربى كيف كيت قصص كيت جوج بطابة لا لا غرر ندور مع الدورة غير اللي بقولك البرا وش دي الليني شاي يرجع بك يخربك فيها رجوع عدي الناس قالوا ولي انا كرونا اللي كسيدة زمادة غير صح وجه كسيدة كسيدة انا عقام عرشت الناس تركت كون
بحال داير الوليده محسوكه وكتخدم قالب هي الخدمه ديالنا علماتنا ما نتيقوش اصحاب هاي بغا ندور مع الدوره غنلقاو غنقلب وانا نتبع له المهم ما تبينش فهمت عندك تتخلص غامة الله يالله ياكو على دراري ربي بقلبهم داري اش من مشكل طاري بيا تبقاتي بي السلام عليكم شاف الله يحفظك الشيخ الله الصحة الحمد لله كيفاش الشيخ عبد الرحيم الحمد لله شوية قالت لي ديا شوية الحمد لله شوية بشوت واحد الشيخ الله يحفظك دخلتي فوق راسك ولا باقي فيا شوفي سيدي ربي يحفظك عقلك شنو راه هرسنا الحبس عاد غاترسنا لك سيدي هادشي راه سيدي باش بعد الله الامور شوف هنا ما تبين لنا وجهك الاخر منين كيفاش الشيخ جات الاخبار بانك مدوره تيراس فين هو الشيف؟ حنا تما غادي نروح معطوب بحال هكا صاحبي ما عندي حتى حاجه الشيف دير عقلك اصاحبي تاش كنشوف شو ما تدوش عليا الرول وفوق راسك السي محمد راك في الغربان فهمتي كاين طاحوا من الغربان وانت راك باقي شويه راه في الغرب وفوق شو الشيف حنا يدينا دارين تقلبنا دار اتفق معاك ولكن ما كتمنعكش باش غدير داك التخربيق اللي كدير انت هادشي اللي كنعرف انا هو عارف لي كاين الشيف راه ما كاين والو المهم ممكن البلديه اللي تعرف راني الشيف ما تخاف والو حنا غادي نشوفوا الامور كيف دايرين اه حتى الشيف راه ما كاين والو شوفوا كيبقايش واحد بارم مجوان وفيه كيتامل اه كون القى اما عمرو تمالك تتنفس مالك مالك من الوقت ما تقنعني تعال لي تعال لي ماني انا ما نغيرهاش من هنا ما غنبقى نتبتهم داك الشيء هذا كيحيدي لي انا تنعيط سير هاك اجي دي معاك سير غير يلا الحمد لله شويه الحمد لله واش معنا راسك ولكن هو شوف الشباب وقراب غير الدور التقبو صافي ما كاين والو شوف واحد قال نقول غير معنا السلطه الله يرحمك وليدي بلا ما نجيو ندور ثاني ندور بلا شي نعرف ثاني الموضوع ثاني بشي حاجه اخرى زير معنا السلطه الله يرحمك غادي توسخ ما تعرفش الشيف هذا قال لك العماله اللعب جيتكم بلعب خور الله لا طحتوا ليا برا ترى الدوم لقيتوش انا لا لي جباب نتمنى من الله تبقاو صحيحه تشوفوا وجه اخر نتوما غتشوفوا وجه اخر انا طحت هو القالب انا بنادم قلبه عامر